بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي الغاليات، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو أنتم أتم الصحة والعافية. فيديو اليوم جبت لكم وصفة ممتازة جدا لكل واحدة حابة تزيد في الوزن بوصفة طبيعية بدون أضرار، يعني بدون أدوية من الصيدلية ولا مكملات غذائية. كنت يعني لقيت تعليقات انه يقولوا لي جهاد عاملين لنا وصفه طبيعيه لزياده الوزن. كنت حطيت في القناه وصفه طبيعيه وحطيت مكملات غذائيه من الصيدليه وحذرت من بعض الادويه اللي راهم ياخذوها من الصيدليه اللي تضر بالصحه، لكن اليوم تلبيه لطلبكم جبت لكم وصفه جد ممتازه، ممتازه جدا في زياده الوزن بدون اي اضرار واثار جانبيه. هذه الوصفه تحتوي على المكون الرئيسي اللي هو حبوب الطلع او حبوب اللقاح، اللي تتكون من بروتينات وانزيمات واحماض امينيه مفيده جدا للجسم. هذه الماده طبيعيه سبحان الله فيها فوائد جد عظيمه، يعني راح تفيدك في زياده الوزن وراح ايضا تساعدك يعني اللي يعني تغلب على عدة مشاكل في الصحة. فحبوب اللقاح عندها فوائد يعني رائعة للجهاز الهضمي، و فهي يعني تحسن من الامتصاص، تفتح شهيات مضادة لفقر الدم، مفيدة لنمو الأطفال، ومفيدة أيضا للذاكرة والتنشيط الذهني، تحسن عملية الامتصاص في الأمعاء، ومفيدة لأمراض البروستات والروماتيزم وأمراض العيون. والناس اللي عندها تعب وإرهاق وإجهاد ننصحهم بهذه الوصفة راح تفيدهم كثير. بالنسبة لكيفية الاستعمال، تعملي نصف ملعقة صغيرة من حبوب الطلع في ربع كوب ماء دافئ ومع ملعقة صغيرة من العسل، تبقاي تخلطي حتى تشوفي حبوب الطلع يعني ذابت تماما. تشربي هذا المشروب يوميا على الريق، راح يؤدي إلى تحسين الامتصاص وفتح الشهية وبالتالي زيادة الوزن. راح يعني يساعدك أيضا في التخلص من التعب والإرهاق والإجهاد وينشط الذاكرة. هذه الوصفة كل ما نقول عليها نقول عليها هي ممتازة وجد رائعة، عمليها وعينيك مغمضين، يعني بعد فترة يعني قصيرة تشوفي أنك زدتي في الوزن بطريقة صحية وآمنة. إن شاء الله نكون أفدتكم في هذا الفيديو، نلقاو في فيديو قادم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.